في شهر يناير لا يجتذب الساحل الغربي لتايوان المصطافين، إذ تهب في هذا الوقت رياح قوية على شاطئ داتان، لكن ذلك يناسب وين كوشو. هذا ليس الطقس الذي أحلم به أنا شخصيا، فالرياح قوية وباردة، لكنه مناسب جدا لتوربينة الرياح. هنا على الساحل الغربي تتوفر ظروف مثالية لاستغلال طاقة الرياح، حيث تعمل توربينات 4 أشهر في السنة بطاقتها القصوى. يعمل السيد تشو لدى شركة تايوان باور الحكومية للطاقة، وهو متخصص في الطاقات المتجددة وتلقى تعليمه في إنجلترا، لذا يعتبر خبيرا نادرا في هذا المجال في تايوان. فطاقة الرياح لا تزال جديدة على البلاد، وجميع توربينات الرياح في داتان من صنع شركات أجنبية، من بينها شركة إنركون الألمانية. يصل ارتفاع التوربينات إلى 70 مترا، ويجب صيانتها بانتظام كما يوضح شو. نقوم الآن بالصيانة السنوية، حيث يتم تنظيف جميع الأجزاء الكهربائية والآلية بشكل جيد من الترسبات والأوساخ المتراكمة بفعل الرياح البحر القوية، ونحتاج لإنجاز ذلك إلى 3 أو 4 أيام. ولكي تواصل المنشأة العمل بكفاءة، يتم تحديث نظام التشغيل الحاسوبي. ولكن حتى ولو أن شو معجب بالتكنولوجيا الحديثة من ألمانيا، إلا أن التوربين المفضل لديه يتميز عن غيره تماما، فعموده مزين بأزهار ملونة تعكس فن شعب الهاكا الصيني الذي يعيش بالقرب من هنا. لمسة فنية تضفي رونقا على المكان، ومزرعة الرياح بكاملها تعد رمزا للطاقة الخضراء في محطة داتان، التي لا تزال تعتمد بشكل رئيسي على الغاز والنفط لتلبية ثلث احتياجات الطاقة في شمال تايوان. الحصة الإجمالية للكهرباء المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة لا تزال ضئيلة جدا، لذا يشعر وين كوشو بالإحباط. لدينا هنا الطاقة التقليدية وطاقة الرياح أيضا، لكن الطاقة التي تولدها توربينات الرياح تبلغ 1% من إجمالي الطاقة الإنتاجية للمحطة. نسبة 1% على مستوى تايوان بأسرها، وهي ليست سوى قطرة في بحر. هذا في وقت تعاني فيه العاصمة تايبي من تلوث شديد للهواء. إشارة المرور الضوئية للمشاة تبين مدى سرعة الحركة هنا. أكثر من 6 ملايين شخص يعيشون في العاصمة وضواحيها، التي يبدو أنها لا تنام ولا يتوقف نهمها للطاقة. يتعين على تايوان استيراد حوالي 99% من الوقود الأحفوري، خاصة النفط والفحم الحجري، وهذا لا يجعل الجزيرة معتمدة اقتصاديا على الخارج فحسب، بل عبئا على البيئة أيضا. لذا تريد الآن الحكومة التايوانية تغيير ذلك، وكلفت وزير البيئة شين بدعم طاقة الرياح. للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون علينا أن نسلك طريقين. الأول هو التوفير في استهلاك الطاقة، أي استخدام الطاقة بكفاءة أكثر، والثاني هو التركيز على الطاقات المتجددة، وهنا تلعب الرياح والطاقة الشمسية الدور الأهم. لقد وضعنا لأنفسنا هدفا يتمثل في زيادة عدد توربينات الرياح إلى 1000 بحلول عام 2025، إضافة إلى التوسع في مجال الطاقة الشمسية. تعتزم تايوان زيادة إنتاجها من طاقة الرياح ب8 أضعاف وبشكل طوعي، فهي ليست عضوا في الأمم المتحدة، وبالتالي لم توقع على معاهدة كيوتو، ورغم ذلك تريد تايوان المساهمة في حماية المناخ، وهذا يعكس ربما الرغبة المتأصلة لدى التايوانيين في العيش في وئام مع الطبيعة. رغبة يشعر بها أيضا الكثير من زوار معبد لونغشان في تايبي، الذين يقدسون جوانين إلهة الرحمة. تلوث الهواء بات يمثل مشكلة كبيرة لتايوان، وطاقة الرياح قد تساعد بالتأكيد في حلها. الطاقة المتجددة هي بطبيعة الحال مفيدة للبيئة، لكن ربما يتعين علينا عدم الاعتماد عليها كليا، وقد يكون من الأفضل زيادة حصتها في إجمالي إمدادات الطاقة بشكل مضطرد. إليا فورموسا، الجزيرة الجميلة، هكذا سمى البرتغاليون تايوان في الماضي، وإذا أرادت تايوان أن تكون جديرة بهذه التسمية مرة أخرى، فإنها ستحتاج إلى أكثر من مبادرات حكومية لدعم الطاقات المتجددة.
رجل الأعمال شوي هيلاي قام بزرع غابته الخاصة التي تضم في الأثناء 15,000 شجرة يعرف كل واحدة منها. هذه شجرة الجينكو التي نسميها أيضا شجرة الجد والحفيد، وسميت هكذا لأنها تحتاج لوقت طويل حتى تثمر، أي أنه على الجد أن يزرعها حتى يستمتع حفيده بأكل ثمارها. هذه الشجرة أصبحت نادرة جدا في تايوان، وأوراقها ترمز إلى الذكورة والأنوثة. الورقة الكبيرة فتى يرتدي سروالا، بينما الورقة الأصغر فتاة ترتدي تنورة. الدخول إلى الحديقة مجان، لكن السيد لاي يطلب من الزوار عدم التدخين وشرب الكحول وغناء الكاراوكي. وبدلا من ذلك يستطيع المرء هنا الاستمتاع بالطبيعة ويشعر بأنها شيء ثمين يستحق الحماية. لقد زرعت هذه الأشجار لكي تكون حافزا لتغيير نمط حياتنا. ينبغي علينا التحكم في احتياجاتنا، لأن حماية البيئة أهم من الاعتبارات الاقتصادية. ويأمل شوي هيلاي أيضا في أن يتمكن من تحفيز الناس على زرع غاباتهم الخاصة، ويشاطره هذه الرغبة أيضا زميله في شمال البلاد وين كوشو، خبير طاقة الرياح في شركة تايوان باور الحكومية للطاقة. لقد درست الطاقات المتجددة، وهذه التكنولوجيا تحتل مكانة خاصة في قلبي. لدينا في تايوان موارد طبيعية ممتازة، الرياح والطاقة المائية، وعلينا الاستفادة منهما بشكل حقيقي واتباع سياسة بيئية مستدامة. هناك نوايا حسنة، لكن الطريق نحو تحول كبير في سياسة الطاقة في تايوان لا يزال طويلاً.